السلام عليكم مشاهدي الكرام ومتتبعي قناة مطبخي من هولندا. وصفتنا لهذا اليوم سلطة البرغل. كيف كتشوفوا؟ كتجي موافقة لمجموعة من السلطات أو لا كتجي بوحدها؟ غادي نحتاجوا في هذه السلطة، أولا غادي نحتاجوا البرغل رقيق، داك اللي جاي داير بحال الكسكسو، جاي داير بحال الطعام فائق نتاعو. أنا مستعملة هنا جوج كيسان تاع البرغل، طبتهم بجوج كيسان تاع الماء ودايره فيهم تقريبا واحد نص معلقه ديال الملح. غطيتهم في واحد الطنجره واحد نص ساعه هكاك حتى طاب البرغل مزيان، وحطيته في هذه الجبانه باش غنبدا نصوبلو الصلصه نتاعو. محتاجه نص كاس نتاع الزيت، هو هذا الحجم نتاع الكاس اللي درت به اصلا البرغل. عندي واحد البصيله كبيره مشلضه، عندي شطه، معلقه صغيره ديال الشطه عامره، معلقه ديال الكمون، معلقه ديال النعناع يابس، الملح، زدت شي شويه ديال الملح، وعندي معلقه كبيره نتاع المطيشه، صلصه الطماطم مطيشه بيوري، طلقها في شي شويه ديال الماء. عندي فلفله مقطعها رقيقه والمعدنوس مقطعها رقيق، هذوك ما غاديش يطيبوا في لاصوص، هذوك حتى كتوجد لنا لاصوص كنزيدوهم. عندي حامضه ونص غادي نعصرهم باش غادي حتى هما غادي نديرهم في اخر خطوه في هذه السلطه، هي المعدنوس والفلفله وهذيك الحامض وذاك الحامض اللي غادي نعصروه. نبداو على بركه الله نوجدوا لاصوص ديالنا. في واحد المقيله درت هذاك الزيت، نص كاس ديال الزيت، درت فيها هذيك البصيله وغادي نخليها تقلى حتى تنزل، حتى يمشي منها كاع هذاك الجهد نتاع البصله باش ما تجيناش هذاك المذاق نتاع البصله القوي، نحيدوه منها منين غنقليوها. كنضيفوا لها المطيشه البيوري، صلصه الطماطم، انا طلقتها في شي شويه ديال الماء باش منين ندير التوابل ما يتحرقوليش. صافي، وكنحاول نخلطهم مع بعضياتهم، نمزجهم مع بعضياتهم. بعد ما كتندمج البصله مع هذيك لاصوص كنضيف لهم التوابل، كنستمر في التحقيق حتى كينسجم الخليط. صافي واحد دقيقه ولا جوج دقائق وهي لاصوص نتاعنا واجده. كنضيفوها لهذاك البولغو اللي كان سبق لنا طبينه من قبل. صافي، كنمزجوهم مع بعضياتهم، كنحاولوا باش هذيك كميه البولغو تشرب من هذيك لاصوص، من الاحسن نخلطوهم بيدينا. انا ضفت من بعد ضفت الفلفله، كيف كتشوفوا غادي نضيف الفلفله، نضيف المعدنوس وهذاك الحامض من بعد ما كنعصروه. صافي، وكنحركوه مزيان، كنحاولوا باش ينسجموا هذوك المواد اللي درناهم كاملين مع بعضياتهم، المعدنوس ولا الفلفله ولا السيتون الحامض، يشربهم هذاك البولغو. صافي، وكتذوقوا الملح، الا كان الملح كافي هي هذيك، كان الملح ناقص غادي تزيدوا الملح حسب الذوق. ها سلطة البولغو نتاعنا واجدة. كيف سبق لي وقلت لكم كتستعنوا بها كسلطة موافقة لمجموعة من السلطات أو لا كتستعنوا بها بوحدها. كتجي موافقة للمشاوي، كتجي موافقة للعديد من الأطباق. شكرا لكم، إلى عجبكم الفيديو ديروا لايك، إلى باقي ما درتوش أبوني يمكن لكم ديروها وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.